لا أريد أن أكون قاسيا أو أن أكسر حلما، يعني لوحاتي أشبه بأغنية لجون ألتون في مهب الرياح. وأنا لم أعد أؤمن بأي شيء، بل ازداد تأكيدي على أن لا أؤمن بأي شيء ما حدث في حياتي. فأنا أمام غوغاء من شينات بغلية لا أصل لها ولا جنس. قد تورطت في زمان ومكان أنا لا أرتضي ولا أريده. في فمنا قيد ويدنا مكبلة بالأغلال، وأقدامنا لا تعرف بوصلة الطريق. ومن مكوثها الطويل أصيبت بالدوالي، أصبحنا نشكك بعقلنا أو أن نشكك حتى بكلمتنا. فهل يجب أن أذهب إلى أرض بعيدة؟ ما فائدة حياتي على هذه الأرض؟ ما فائدة أن أولد مجددا إن كنت في الجنة أو في النار أو في جبل الأعراف؟ لم أرتضي حياة لا بدار ثانية ولا بدار باقية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنا كائن حروم، واقع أني لست حروم، هم الآخرون كانوا زئبقين أو وصلتني حسب فهمي ومعتقدي أو فكرتي أو ذكائي أو عبقريتي فهما خاطئا عن الحياة. فأنا لم أفهم الدين أو الدنيا.